فين المونة يا جراونجي؟ ما هي المونة اهي اكده والكمان هتستعملي اصلها تقيلة قوي يا ريس بيري. حلوة دي خطتك اللي تجيلي. لا والله هي اتقل. اهدي انت هتهزر معايا. طيب غور من قدامي وما تستناش هنا. غور ما تشتغلش هناك. ايه في ايه؟ الولد ده ما يشتغلش هنا وما يستناش ولا بدقيقة واحدة. بس ما تقولش ولا. الكتم يا ولد. قال هو هتأمر ليه؟ قال على رأي المثل بنشتغل في الشقة وبرضه مش عاجب. قلت لك غور من قدامي وما تستناش هنا بره. بره بره. الأرزاق على الله. كتكميلة والتباغ اللي عامل زي جاروس الطين كده. اكده؟ ايوه وكمان هتشتمني. ايوه هشتمك. طيب خد بقى. عيب عيب يا ريس. اوعى كده. عيب يا ريس. اوعى كده. عيب يا ريس. عيب يا ريس. اديني جبت لك شغلانه سهله اهي، لا فيها شيء ولا حظ. انا عاجبكم قوي في البيع والشراء. ربنا سهل. استاذن انا بقى. السلام عليكم. مع السلامه يا خال. تعالى ما افهمك. هتفهمني هي محتاجه حاجه؟ ده حاجه بسيطه. ما تيجي تاكل يا حسنين. ايه؟ تاكل. انا مكسوف. انت بتتكسف ابدا. انا مش غلطان. الراجل العطار هو اللي قليل الادب. هو برضه قليل الادب يا اخي. اربط الحمار موضع ما يقص صاحبه. يعني جريه في غش الناس ومعاكسه الحريم. انت مالك انت؟ وانا عمري حيفع في الشغلانه ده. انت بترفض فيها مقطوع. اربيه. انا برضك اربيه. طيب يا مراد خال الله يسامحك. تقولي على نعمه ربنا اربيه يا اخويا. معلش يا خال معلش ما تزعلش مني. بكره هبقى كويس قوي. اوعى تزهق. بكره تنفخر ان ليك ابن اخت زيي. هتنفخر بيا اخي نفخره. ولا شغالك ايه بس تاني يا ابني؟ ما انا خلاص غلب حماري. ابا عايز ايه؟ عم الفرجاني بتاع الخضار كان بيدور على واحد يجرله العربيه. يجرله العربيه ايه يا بنت؟ هشتغل حمار؟ حمار ايه يا راجل؟ هو عنده حمار تاني. هو عايز واحد يمشي معاه يساعده في بيع الخضار. اذا كان كده معلش شغلانه حلوه خضري ليها مستقبل. خلاص الصباح رباح. خلك يبقى ياخدك يوديك لفرجان. اذا كان كده بقى الواحد ياكل بنفس مفتوح. وما بنت فز من هنا. قومي قومي كخابر. الواحد بقى ياكل دلوقتي بنفس مفتوحه يا مراد خالد. ونعمه ربنا لو حد مد ايده دلوقتي هيعرف شغله. انا بقالي ساعه قاعد على نار. انا بقول لكم اهو. قوم فز انت اهو. قوم يا خالد كمان. يا فوطه يا مجنونه يا فوطه. فوطه ايه يا ابني؟ اسمها قوطه مش فوطه. قوطه ايه؟ هي بلدنا اسمها طماطم لكن هنا اسمها قوطه. خلاص انت حر. قوطه قوطه يا مجنونه يا بنت المجنونه يا قوطه. هي مجنونه بس مش بنت المجنونه ولا حاجه. طب اقول لك ايه؟ بدمها مجنونه كده ما تيجي نبيعها قدام مستشفى المجازين. اخرب عقلك. دمك زي العسل وباين عليك ابن حلال وهتنفعني باذن الله. انا دراعك اليمين. اديني كيلو بطاطس يا عم فرجاني. عينيا الاثنين. تسلم عينيك. استنى انت يا فرجاني ما تتحركش. وعندنا كوسه حلوه قوي. شوف الكوسه عامله ازاي تنفع للاطفال. اديني كيلو كوسه. والطماطم تلاقيها النهارده ما تلاقيهاش بكره. ناخد 2 كيلو. طبخين لحمه النهارده؟ اه. ما تاخدوا محشي معاها يروم العظم. لا دي شيله كبيره قوي. وماله اوصلها لك لغايه البيت. واي خدمات اخرى. يا فندم؟ لا مفيش. شوف الكوسه عامله ازاي. الحمد لله جبرت وبقت حاجه عالي. هو كده حلو وعالي يا حسنين. وشك حلو عليا. الله يخليك يا عم فرجاني. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هسيبك دلوقتي واطلع على سوق الخضار اتسوق خضار بكره. وانت بعد الحمار ما ياكل تجيب العربيه وتيجي على البيت او بالمره تتعشى معانا. الله ربنا يكرمك يا عم فرجاني. الله ربنا يخليك. السلام عليكم. مع السلامه. طب كنت هتجري ولا حاجه؟ هتعمل كل اللي بالفلوس دي كلها ايه؟ انت ولا قطع اللي هناك كوبايه الشاي تقيله ولا ده احسن واحد دماغه تقلب حبتين. والصح اللح تفوه شيلوا الواد من ابوه. الصح اللح تفوه شيلوا الواد من ابوه.